طويلة يتفوق بشيري. كودري ارتكب الخطأ ربما الارتكاز، استعمل اليد، كان قريبا الحكم في هذه اللحظة لمصلحة قاسم. إعادة تنفيذ الخطأ من المكان الصحيح بإشارة من الحكم السيد نسيم. وعدونا جمال طاهرين تاع مولودية الجزائر يجيبوا الإضافة للمهاجمين اليوم، ني لابن صغير ني لاعب حشود ما راهمش يجيبوا الإضافة للجليد ني للدوكاش. الرسم ربما التكتيكي اليوم للاتحاد هو الذي عرقل هذه العملية. لا، مطلوب من لاعب حشود للاعب يلعب كرة في خاصة لما كرة في وسط الميدان، لما كرات صغيرة وطويلة، لاعب صغير اللي عنده كما نقولوا السرعة والخفة، هاد الطاهرين لازم مطلوب منهم يجيبوا الإضافة للمساندة للمهاجمين. طبعا نذكر فقط بأن العرفي عاد وهو موجود في قائمة الاحتياط بالنسبة للاتحاد، نفس الشيء لبودبودا موجود في قائمة الاحتياط لاتحاد الجزائر. حشود ورمي تماس، هذا كرسي البدلاء يطلب اللعب نيوبي، تحريك اللعب والكرة بين عناصر المولودية. غازي يحضر لحشود، تدخل من بوشامة على يحيى شريف، الخطأ موجود. المدرب نيوبي يطلب من اللاعبين يلعبوا الكرات القصيرة والسريعة في الأمام، شاف اللي اللاعبين تاعو راهم خارجين من الجانب التكتيكي، راهم يحوسوا على الكرات الطويلة. العكس تماما بالنسبة لزيري بلال الذي هو مبتسم راضي بالنتيجة المسجلة والمحققة لحد الآن. طبعا التفوق للاتحاد بواحد مقابل لا شيء. حشود وكرة ثابتة أخرى لمصلحة المولودية، حشود يلعب كرة داخل الصندوق راسية ولكن الحارس زي ما مش الخطأ. هل كان لمس من بوكاش؟ هل كان هناك لمس من بوكاش أم لا؟ إذا كان هناك لمس فهو خطأ من بوكاش، إذا كان لم يكن، إذا كان اللمس غير موجود فالحركة السينمائية الزائدة من زيماموش. سنشاهد هناك لمس ولكن بحركة خفيفة، بحركة خفيفة. لاعب زيماموش لاعب محترف لاعب دولي، ما لازمش عليه يربح الوقت. إنه يربح الوقت، إنه يربح الوقت، إنه يربح الوقت. نقول بلي مباراة مازالها الشوط الثاني، مازالت نهاية الشوط الأول. لاعب كيما زيماموش لازم يكون نقولوا احترافي، وخاصة الروح كيما نقولوا الأخلاقية تاع زيماموش، لاعب اللي عنده الخبرة وعنده التجربة مطلوب.